لقد احتقر ونكره الناس رجل أوجاع تمرس بالأحزان. لقد احتقر ونكره الناس رجل أوجاع تمرس بالأحزان. لقد ابتلي واضطهد ومع ذلك لم يفتح فاه. سيق للذبح كحمل صامت، سيق للذبح كحمل صامت أمام الذين يذبحونه. لقد أخذ أحزاننا وحمل أوجاعنا. لقد أخذ أحزاننا وحمل أوجاعنا. ونحن حسبناه مرضا موبوءا مرذولا من الله.